أهلا بيكو وحكاية يوم جديد مع بعض بنفتكره زي النهاردة. زي النهاردة 8 ديسمبر سنة 1958 صدر العدد الأول من مجلة العربي في الكويت، واللي بيرقص تحريرها الدكتور أحمد زكي. وسنة 1966 الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يوقعان معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي. أما سنة 1991 اتأسس اتحاد الدول المستقلة، واللي جمعت الدول الـ15 المستقلة عن الاتحاد السوفيتي. أما عن مواليد زي النهاردة، فزي النهاردة سنة 1953 اتولدت الممثلة الأمريكية كيم باسنجر، واللي من أعمالها The Nice Guys. وسنة 1993 اتولدت الممثلة الأمريكية أنا صوفيا روب، واللي من أعمالها The Crush. أما عن اللي رحلوا عن عالمنا زي النهاردة، فسنة 1980 رحل المغني الإنجليزي جون لينون، واللي من أعماله ميلك أند هاني. وعن الأعياد والمناسبات، فزي النهاردة من كل سنة هو عيد الأضواء في فرنسا. وزي النهاردة 8 ديسمبر 1969 عرض لأول مرة فيلم نادية، تأليف يوسف السباعي وإخراج أحمد بدرخان، والفيلم من بطولة سعاد حسني، أحمد مظهر، نور الشريف، سيف عبد الرحمن، وعبد المنعم إبراهيم. عرض لأول مرة فيلم على من نطلق الرصاص، تأليف رأفت الميهي وإخراج كمال الشيخ، والفيلم بطولة سعاد حسني، محمود ياسين، عزة العلايلي، مجدي وهبة، وجميل راتب. خلصت حلقتنا، وبكرة حكاية يوم جديد زي النهاردة.